خصايا الشعر كرد البيض والله لما بتخش الحمام ولا بيملى القعدة أطباق ده دايما المكان طحن الناس كلها بتنزل الأطباق كتير جدا يعني ما فيش إمساك يعني في المدينة المدينة يقول لك أنا جعان خش غربي ياخد رغيف عيش بيمتص كله ما بيبقاش منه حاجة وقرص همبرجر بيمتص كله ما بيبقاش منه حاجة وطرنش الطماطم طرنش وحب الكاتشب ومسترد يعملوا له كولايت ايه سندوتش ده يعمل سندوتش ازاي ده يعمل كفتايه دي ايه تصغيره كده يعني الناس في المدينه ولا مقيمين في موضوع الكاتشب في غلط والامساك ده بيزود عدد البكتيريا اللي في القولون يعني الامساك ده بيزود عدد البكتيريا اللي في القولون ويسهل حدوث الابنديسايت ولذلك الناس في القرية يجيلهم الابنديسايتس أقل من الناس في المدينة. سلام عليكم. طيب يعني ازاي ده عمر مين؟ عمره وهي رير في الاكستريم دوبريشن. ازاي ده مرض الناس في المدينة مش في القرية؟ بوزيتيف اورجانيزم حبايب كولاي روتو انفكشن دايركت هو مفيش اوسخ من البقاء وانا لما قلت المايكرو اورجانيزم دوكتور قلت له ايه كولاي ليه؟ طب لما قلت روتو انفكشن كنت بفكر ازاي؟ دايركت وبلاد فاكتشفت ان الدايركت هو اقرب حاجه هو مفيش اوسخ من البقاء لكن انت بتفكر كده دايركت بلاد السيستم هو اللي يهمك كوزات الاورجانيزم روت انفكشن بري ديسبوزنج فاكتور بتفكروا ازاي؟ باد جنرال كونديشن باد هايجين ستيز اختاروا لي واحده ستيز اتسبب بايه؟ ممكن فيكو يعني فيكو او جوهره فيكو ليت يعني حته قطاع متلسه او بذره لا هو الناس اللي بتاكل شوكي وجوافه في ناس يقول لك انا ما بحبش الجوافه الا بزرعه ما بستمتعش لو بالبزرعه منظره وهو بياكل والله العظيم لما هو ديته بزرعه ترشح ما بترشحش ليه ستر ربنا ان الكريستاليسيس بتزق البذر لفوق لكن لو بذره رشقت بقى بالديسايد او يا اولاد سكاريس افتروبياس عارفين ساعات الاسكاريس يقولوا عليها الدوده ايه؟ غبيه مش كل ما تلاقي الغرب بتخش فيها ايه؟ تخش تشوف في ايه؟ فساعات راح الكلام ده اتحشرت راح العنجلو ازاي؟ عارفين ساعات نحط كليبس كده بقى نشيل ازاي؟ نلاقي الدوده بترخص الكليبس حبسها ونضطر نهوي الكليبس ونشدها ونقفلها تاني في لابروسكوب او نكويها لو عشان موت الدوده بقى بس ساعات الجراح بياخد يهوي الكليبس لايه الكليبس اللي يفرد مش الجراح الكليبس يفرد منه فبنحرق احسن انا كنت اقصد ازياء هي اللي بتخلق الضوء بتاع الزي في ممكن مثلا كانسر في مين؟ يبدو راح داخل اكل الابندو راح عامل اكيوتا بنسايتس فمين هذا لا بصوا لا تلتين حالات الاكيوتا بنسايتس الطالب هنا على طول يجي في دماغه مقارنة كده ان 99% من اكيوب كوليسيستايتس اوبستراكتيف وثلثين الحالات بتاع الاكيوب ابندسايتس اوبستراكتيف وكأن الكوليسيستايتس والابندسايتس الكومنت بري ديسبوزنج فاكتور ايه؟ اوبستراكشن وده سؤال ام سي كيو مين ما سمعوش؟ مين ما سمعش هذا السؤال؟ جميل. واضحة؟
دلوقتي انا حاطط خيال ان في زايده سلف. وبعد ما تسدد بقى الزايده دي طلعت ميوكس كتير، حوشت ميوكس كتير، تحب تسميها ايه؟ ميوكوسين. طب بقت انفكتد وحوشت مصر بايوسين. طب في ده حصل غرغرينا، هتبقى ما انا عارف انها جنب، هتبقى فين؟ تيب شمال تبقى الضغط على البلاد سبلاي او فريكشن مع الكونستراكتنج ايجنت. ايه اللي الطالب يا اولاد يستحضر المعلومات السابقة اللي هي ماشية بنفس الطريقة؟ يعني مثلا لما جينا نتكلم عن كل بلادة قلت لكم انها بتتسدد الصوت في الهارت مان باور، لما تتخرم تتخرم عند الفندس ابعد دوت على البلاد سبلاي او الهارت مان باوش مع الديدنا فريكشن مع الاوبستراكتنج ايجنت، ويستحضر الهرنيا فيكتشف ان احنا في الهرنيا. قلنا لو ده ديتكت وده ساك وده كونتنت كده وده ارتري وجيل، لو اتخلعت الهرنيا بتموت ابعد نقطه على البلاد سبلاي او دي عشان فريكشن مع الاوبستراكتنج ايجنت. يبقى الطالب يلاقي ان الطب كله زي بعض، مش فارقه كتير. يمكن في الزايده ممكن نزود كلمه كده عميقه، يعني ان البروتونيوم عند التيب، يعني التيب بيتخرب كتير ويبقى جانجرس، لان البروتونيوم عند التيب بيبقى تايت او افيشنت شويه. يعني بصوا البروتونيوم بتاع الابندكس عامل ازاي، الموديل ده بنسميه ايه؟ عكس ايه؟ ترابط بالحصان. كويس يا بعد كده هبقى انزل لكم الموديلات على الفيسبوك، يعني وتعلموا لي كذا كذا كمان اشوف انتم بتحفظوا ولا مش بتحفظوا. طب بصوا يا شوفوا ازاي ده عامل ايه؟ ايه اللي انا ماسكه؟ الحته اللي فوق دي، الحته اللي تحت ضيقه. دلوقتي البريتونيوم قافش على ايه؟ على الكتف. ورمت ازاي؟ تخ ورمت عندها فوق حيز تحت، لا لكن تحت هتلاقيها بتصوت رجلي رجلي، لان رجليها اتخنقت في ايه؟ في الديفيشنت بريتونيوم او التايب بريتونيوم. يعني يقول لك البريتونيوم بيبقى تايب على التيب، فده بيساعد في ان التيب يموت بدري، لانه لو ورم مش لاقي حته يورم فيها فبيقفل. ديفيشنت او تايب يعني نفس الفكره. يعني هم بيقولوا عليها نيوز. لو انت بتقلب شعر انجليزي طول. بص بقى، فحد فيكم ناوي يناقش كلمه فيشن تو هاير من خلال معلوماتكم الجامده في الانجليزي؟ فانا هقوم انط كده، لان انا نفسي ده اجرؤ على النقش في الانجليزي. يعني انا عارف، يعني هي بتبقى مكتوبه في تكست كده، انا عارف ان انا احساسي بالانجليزي زفت، يا دوب انا بحس بالعربي لا وعي. فايت انجلش مش عارف ايه، وده اللي بيعجبني في بتاعت الاكيوت قبل الساينس
فرادة نعيش على إيش حد فيكم كده وشوفوا أورينتو تايم بليس الديفيرسونز ولا دورة دورة دي هادية جدا الحقيقة أنا ما نفناش كده تشوف الأفكار دي مفيش بس هو سؤالات أنا بلاقي حد بنيا دكتورة يا لو ازاي ده انتهى وفرقعت خلال 48 ساعة متوقع نفسك لا بعد يومين بتبقى لوكالايز عشان يومين تنحوط عليها لكن في خلال 48 ساعة تبقى جنرالايز بالنسبة لك هي زايدة دي لو فرقعت بتخر ايه؟ كنتين حتى بس يعني قرع النصوص بتخر بس بس وهوى فهمت ايه الاندر دفع؟ ما الهوى هيطلع تحت الدفرين لان الهوى كده اي ضغط بتخر بتخر بس وهوى اي ضغط يعني مثلا لو قلت لك ان واحد عنده دايفرتيكلم في البيت كله والدايفرتيكلم في البيت كله ده فرقع هيخر ايه؟ بقاء يعني التهاب وهوى لو قلت لك مثلا حد عنده زايده فرقعت هتخر التهابات وهوى حد عنده ديودنا الانسر وفرقعت هتخر التهابات وهوى وفي كل الاحيان الهوى بيتجمع تحت الدايفراج من فده قواعد في البرفريت الضغط طب لو السيدة التهبت وقعدت ملتهبة 3-4 أيام هتستدعي مين؟ لومنتر تستدعي ازاي؟ دي بيقولوا عليها شيء متكلم ايه؟ طب هو لومنتر سريع ولا بطيء؟ بياخد قد ايه؟ يومين بس هو لو راح يرمي نفسه على الحتة الملتهبة يجمعها حتى هو رايح ما بيروحش لوحده بياخد اخواته معاه ناخد الانتستين معاه وبتاع ورايح رامي نفسه فتلاقي الزايده الملتهبه او الحاجه الاورجن اللي ملتهب متحور بأومنتم وانتستين وبتاع عملت له حاجه اسمها لوكاليزيشن لوكاليزيشن يا دكتوره او فليجمون فليجمون يعني انفلاماتوري ماس كلمه فليجمون باللاتيني يعني انفلاماتوري ماس طيب هنعلي شويه مستوى الدسكشن انت ايه رايك؟ مين الزايده اللي تلتهب وتلتهب وتتخرم بسرعه وتعمل جراج بالكونايتس ما تعملش لوكاز بالكونايتس بتاع الطفل صغير ولا بتاع حد كبير؟ ايه؟ اه بتاع الطفل الصغير الطفل الصغير ما عندوش انا علمت حاجه وانت مش قادره تفكر فكر وايه؟ انتوا مش مصدقين مش كده؟ يعني الطفل الصغير الاوبنتم بتاعه بيبقى له فود ديفلوب طبعا فلو فرقعت هتعمل جهاز بيرتراين بس انت تساليني هو الطفل الصغير يجي له ازاي ده؟ سنين لا لكن ممكن عيل خمس ست سنين يجي له ازاي ده؟ ويمنع مش كومن ما بتتكلم كده عشان كده قلت ازاي ده في الاطفال خطر لان ازاي ده في الطفل بتفرقع وتعمل جنرالايزد ايه؟ بيرتراين كويس قوي طيب ايه رايك مين زي اللي بتفرقع اسهل وبتعمل جنرال بريفرنت ادلت ولا واحد عجوز واحد عجوز ليه وانت فكرت وعكست فكرني بس هو الإجابة صح يعني لو فكرت وعكست فهي الإجابة صح هو العواجيز بيبقى عندهم أثيروسكليروزيس في الأرتري فلما بيحصل التهابات الأرتري بتسد بسرعة لأن الأرتري أصلا ضيقة فلما بيحصل لما بيلتهب ويحصل ثرومبوزيس الأرتري بيتسد بسرعة أنا مش معترض إنها رير يعني أنا مش معترض إن إزاي ده رير في الأولد إيج لكن لو حصلت تبقى خطر وسهل انها تتخرج ما هو الارتري اثيروسكلروز فلما بيتقل بيتسد يلا نسال اسئله مع بعض كده تفتكر
مين الالتهاب اكتر؟ مين التهابه اكتر؟ اكيوت ابندسايتس ولا فليجمون؟ ايه؟ انا علمتك ايه؟ مين التهابات اكتر؟ اكيوت ابندسايتس ولا فليجمون؟ فليجمون اسف يعني مش تسمعوا كلام أصبص ولا أصبص يعني إزاي ده في صندانة أول فلما تكتب بتطلع سمة قليل قوي وبعدين هتعدي على الليفر كمان يكسر لعلمك عارف إزاي ده لو حرارته عدي 38 يبقى في كومبليكيشن عارف إزاي ده أصلا حرارته 37 و18 وليكو سايكوزيس حقير لا يمكن يعدي 16,000 لو في كومبليكيشن بقى هو اللي ممكن يبقى فيه مشكله لكن الفليجمون ده ازاي ده والمومنتم اللي حواليه والتاني فاكيد كميه التهابات هتبقى اكتر شويه اه طالما اتعلمت تفكر ما تعكسش بقى الموضوع مين التهاب اكتر؟ اكيوت ابندسايتس ولا فليجمون ولا زايده فرقعت عملت جنرال بيرتورايتس رتب لي الالتهابات الاكتر من الصغير للكبير اه ايوه يعني انت رايك ان الجنرال بروترايتس اخطر من الفليك اه طبعا اه طبعا فاهمين يا جدع؟ انت شوف انا ممكن اتناقش معاك كده مش كنت بناقش اقول له ايه؟ اكيوت ابندسايتس انت بقى اخطر ولا فليك قال لا حتى مش منطقية يعني حتى مش منطقية ما كانش حاجة ما كانش حاجة اوعى تفتكر ان انا شفت الكلام ده كله في الجاب يا لهوي بحب اقعد جدا مع الاكزامبل بموت في الجاب العيال مش منطقية مش منطقية اصلا مين؟ طبعا العيال اللي عندها كتب في انسايتس ده حته صغيره منتهى بس زي ده تليفون يعني بغض طمراء ولف عليها مع الانتستين فبقى في مساحه اكبر منتهى لعلمكم كيف هتعمل والضرب لكن اضخم من جنرالايز ايه؟ جنرالايز بالكرايتس دي مصيبه بطن بقى مليانه صديد البطن عباره عن خراج كبير خراج كبير بقى ماله؟ بيسقط صديد يا ولاد وسم ده مليان كابيلر جنرالايز بالكرايتس دي توكسيميا يا نهار اسود تعرفين العيان ولا بتاع جنرالايز بالكرايتس ده يبقى بقى له فترة تعبان يعني يومين كده تعبان ولا حاجة وبيرجع وما بياكلش فديهيدريتد سمكن اي وسمكن فيس سيجيلي توكسيك وباراليتك الياس وبطنه منفوخ على الاخر وتلاقيه فاضل يغني لك بودعك يبقى قلت معدي عليه انت مش فاهم حاجة بس عارف ده شكله من نوع جيل الجنرالز بالكرايتس دي حد خطر قوي يعني خطر قوي طب افرض يا ولا ان ابنديكلر ماس جمعت صديق كان عادي جاله بقى سروب الجبين وهيبتك فيبر نحب نسميها ايه؟ ابسس نسميها ابنديكلر ماس مين اخطر ابنديكلر ماس ولا ابنديكلر ماس؟ ابسس دي سهله صح؟ طب افرض رحت مادد ابره غايدد باي الترا ساوند وشفطت الصديق فالعيان عنده ايه دلوقتي؟ بلاد ماس شكرا يا دكتور بقالك فتره كده محبطه وايه وفقد القدره على المشاركه خالص وانا سايبك ما بتكلمش كتير لكن هي مشاركه طيبه هي ردت قالت بات ماس مش معنى وصلت ماس زائد باص يساوي ابسس فاهمين يا باشمهندس انت هو ماس زائد باص يساوي ابسس فلو شفت الباص يبقى ماس حطيت باص السؤال الجاي طب لو جالك حد عنده اكيوت انسايت تحب تشيله ازاي ده؟ اه طبعا سواء انت لو شلت الزايده المختلف في واحد في المليون
لو ازاي ده فرقعك المنتاليتي بتبقى واحد في القلب. الفرق بينهم زي الفرق بين مكوك الفضاء شالنجر وقص التحميض. ام العيال اللي عنده ازاي ده نحب نعملها من دكتور الفضاء. طب ازاي ده اللي عملت ناس؟ تحب تفتح شيرة ولا لا؟ انت بتشاور لي عليه ليه؟ انت بتحب تشيرة ولا لا؟ ده باشا. طبعا لا. لا ماس. ليه بتاع حلماس؟ ده بطريقة الصناعية. وبطريقة الدكاترة لو فتحت هتلاقي الجمهورية بتست الرميلة بسرعة المنطقة. فهتحط صباعك اللي عايز أبطأ. وانت بتسلك هتلاقي صباعك عليك ابطال لانك خرمت الانتست اللي هي ملتهبه فهتاخد فتله وابره وتحاول تخيطها هتلاحظ انها بتمزع وهتضطر تعمل ماسك بس الكلام ده كلمه عدد لا نعمل ايه؟ دي مش يعني مش منطقتنا دلوقتي، احنا منطقتنا ان احنا نفهم باصولنا يعني المنطقه بعد كده يا لهوي هنعمله هنبقى بضاعة دلوقتي. ده واحد عنده الكتب انسايد سيلر تحب تشيله زي ده؟ اه؟ ليه؟ لو فرقعك بتبقى مصيبه، قلتين الحالات وبستراكت هتفرقع، قلتين الحالات. علاج الكتب انسايد سيلر من سبته من نقطه. حتى هتلاقيه جوه اللجنه عمال يجحر معاك. يقول لك طب العيال عنده امتحان بكره عايز اي مضاد حيوي ضد الكولاي على باب ما يحضر امتحان بكره. خبيث يا بالدكتور يا اللي يولع مش مشكلتي انا يا بالدكتور. يقول لك مسافر فرنسا بكره متفق على كل حاجه بس عايز بس روشتك كده على بال ما يوصل فرنسا يا بالدكتور. لو طلع منك برشيطة هيسقطك. علاج الأكوتا من سايز ايه؟ من جبتوا مين؟ نقطة جدع نقطة ولا كلمة تانية. بقى ايه طب الأبنديكتور الناس بنفتح عليها؟ لا بنحط رايل ولاين وكازيتر وفلويد وانتيبيوتيك وفولو اب لغايه ما الالتهابات تروح والاومنتم يمشي. بعد الالتهاب يروح يروح الحال. ايوه اكثر من الامنصه بيروح الحال والتهابات بتروح الحال. شيل الامن دي شيل حالها. فالحال بنروح لا بنروح بعد شويه. فاهم انا لا؟ يعني ابن ديكلا ماس بنمشيها كونزرفر. طبعا نادر اتفرجت على واحد لا اله الا الله صوت فظيع. كان يسأل الطالب يحط شعر الابندكس قدامه. بعدين الطالب يخش يقول له اقعد. يقول له انت حظك حلو. احسن حاجه في الجراحه. يقول لي الشعر ده في ايه؟ فالطالب بيبص بيقول له في ابندكس. ابندكس. بيقول له ليه؟ بيقول لي ايه اللي بيقول لي ايه من سايد؟ ايه ليه دي زايدة عليه؟ فالطالب بيقول له لا دي كونجستد وقدام. طب كونجستد وقدام انت صوفيا نص بلاستر. يعني لما عم بتاع حرام. فدي من سايد. الطالب بيحط في الكلام ده. بيقول له كويس قوي. هو العيال اللي عنده اكيد من سايد دي شالوا له الزايدة؟ يقولوا لي انسايد. يقول له انا رايي بصراحه لا ده قبل ملتهب جسم الانسان. يعني افرض ان العمليه هتعطله. يعني العند عنده امتحان بكره. فانا عايز اديله حاجه يكمل بيها عشان ضد الايكولاي طبعا زي ما انت عايز شباب بالضبط. تدي مضاد حيوي ايه؟ قال له مضاد حيوي ولا مش؟ على ضغوط. افرض دلوقتي في انتصام يا بندلتم يا بندلتم يا بندلتم. شوفوا يلف عليه ازاي. يقول له طب لو حد لو كانت العام عنده يا بندكرة الناس بتبقى حالته ايكليميكيا اوحش ولا الاكيوت يعني فبنسايس اوحش يعني الاومنتم دلوقتي راح لا في حالة بقى العيال افضل لو كان اكيوت ابندسايتس حاله افضل
لعب ذكر الناس خالص طبعا طبعا في فرق لان الامم طب راح ولم الليله لعب ذكر الناس طبعا هو اللي احسن لان الامم طب راح لم الليله ما بياخدش باله اه طبعا ان دلتا بات اكتر الكليكون دلتا بات اكتر وحراره اكتر وجاردنج اكتر وريجينيتي اكتر الوقت طبعا بيطب زي الجردة تقول له اول ما الامم طب يروح يلف على الابندكس العام بيتحسن قوي فالتاني يبدا يفهمه ان ازاي ده حته صغننه منتهبه انما الكليتمون حته كبيره منتهبه والحته الكبيره المنتهبه بتبقى اكبر من الحته الصغيره المنتهبه لغايه ما الطالب يقتنع ويقول له ايه؟ حد عنده ابنديكلر فليجمون تحب تعالجه ازاي؟ فالواد يقول له كونسرفاتيف هو حافظ ان الناس كونسرفاتيف يقول له يا راجل بقى ازاي بقى بالمنتج يعني برضه مش منطقي فاهمين يا راجل فيفتح تقوم قايل له كويس قوي قول لي بقى انت فتحت هتعمل ايه؟ هتخش بقى تاني ابندكس كده والمومنتم عليها بقى والانتستن وريني كفاءتك. طب السؤال الجاي لو العيان عنده كليكمون وبعدين الكليكمون ده ولاد رشح صديق يبقى ايه؟ يبقى ابسس. مين اللي الكلينيكال بيكتشر بتاعته افضل؟ الفليجمون ولا الابسس؟ الفليجمون طبعا الابسس ده هيبقى سومنج بين وهيك فيفر على 40 هتعمل ايه؟ هسحب الباس جايد يبقى اكتر ساوند ولا افتح عشان اشيل الزايده من المره؟ لا لو فتحش مش عارف اشيل الزايده. ايماس فانا هشبطها جايد يبقى اكتر ساوند تعرف لو فتح هتفتح تطلع صديق بس وحط الدرين وتطلع هفتح سكه للباص بس وحط الدرين واطلع دعبسه مفيش شيل زايده مفيش دماس بعد ما اطلع صديق هحط له رايل ورايل وكازيتر وكاود وانتبيوتك واستنى اما التابات يروح والاومنتم يروح لايه؟ يروح لايه؟ لحاله وبعدين ازاي ده تبقى لحالها وبعدين ابقى شايل من هذا لا طب افرض ان ازاي ده عملت جنرالايز هفتح ولا لا؟ حتى انا بنطفح حتى بكتب لهات انا اللي بكتب لهات صح؟ انا اطلع ولا هيصير تقسيم مش تقسيم انا اطلع عشان التقسيم طلب القعده ما بيدورش تشجع اه الصباح عشان العيال حتى هنطلع عشان لما يلا صغير اول ما افتح هلاقي باص كتير جدا خرطوم ميه ونظف البطن وتبليكها واحط دلالي اشيل ازاي ده ولا لا؟
هو بصوا ما حدش انا اشيلها ولا لا هنشيل اه طبعا هنشيلها ما مش هقعد تخش تلاقي ازاي ده لحالها كده ومخرومه وعماله تلفه في وشك صبي لا مش هشيلها ليه ما فيش ومن طب يا صائد ليه مش هشيلها ليه زي ما تقول تبكي كده عليك زي ده ما تقول عليك مفيش ومن طب تسيبها ليه طب لما ربنا بيبعت ومن طب مجال ما بنفتحش نشيله ما ينفعش ربنا يبعت ومن طب يحلق على الحاجة انا اخش اقول له لا واشيل طب ما انت برضه بصراحة ربنا انا هسقطك في الدنيا وانت تخش النار في الاخر يعني ربنا لما بيبعت ومن طب يلف على حاجة ولا لا انت لم نفسك هو ربنا لم الليلة انت بتتصرف غلط ليه لكن دلوقتي رومنتا ما راحش وازاي ده فرقع ورومنتا ما راحش وازاي ده قدامك وده لا لا احب اشيل الناس ده صار الجاي طب احنا في التريتمنت دلوقتي لا احنا في الباثولوجي ما بشرح التريتمنت مفهوم الباثولوجي لا عشان اعيد التريتمنت التاني الحصه الجايه عشان انا بحب اذاكر ورايح والحاجة اللي فهمك للباثولوجي هو فهمك للتريتمنت كرونيك ابنتايز محدش يقعد يلم لي الحاجة حط الشنطة ايه الكرونيك ابنتايز ده واحد جاله اكيوت ابنتايز وكان من الكتف من التلت اللي مش مسدود يعني واحد جاله اكيوت ابنسايت كانت الباثولوجي دلوقتي كانت كرونيك ابنسايت يعني ايه اكيوت ابنسايت اللي هو التلت تعرفين التلت ده ولاد لو جاله ازاي ده مش هيفرقع ليه؟ مش مسدوده اصلا ازاي ده لما بتتسد وبتتنفخ بتفرقع لانها نون ديستنس اوف ستراكشر اصلا فلما تكون مش مسدوده تبقى غالبا مش هتفرقع يعني. وبعدين راحت الدكتور حنكوش كده قال لها انت عندك مرض الوجع اللي في البطن. وانا هديك روشته بتاعت ايه؟ فرقعنا فوق. ما فرقعتش. بس هو ازاي ده ما رجعتش نورمال. بقت كرونيكالي انفليمد وفايبرات. دلوقتي عندي مشكله جامده. ازاي ده دي حاويه بكتيريا. كل شويه تقلب القولون كل شويه تبعت حبه بكتيريا للقولون تقلب مش بس كده العام ياكل تعرفين المعده عليها سفنكتر منين اسمه ايه؟ بايلورس معده بايلورس تعرفين كل شويه البايلورس يفتح ينزل حبه اكل يومين يصوت ازاي ده؟ ما الاكل بيجي عليها وهي عيانة ومسيبك في البايلورا ما تلم نفسك أنا عيانة وأنت كل شوية ترمي عليها أكل يوم البايلورس يحاول يعمل إيه؟ بازم كده يوم الأكل يتحوش يوم يعمل استيميليشن للسكريشن بـ HCL أنا مع يعني مش عارف في إيه بس ربنا المستعان يعني في خلايا هنا اسمها جي سيل لما الاكل بيقعد ملمس فيها كتير بتطلع هرمون اسمه جاسترين الدم ولا في اليوم الهرمون في الدم طب انتوا سامعين اللي قالوا حتى هتطلع الهرمون في اليوم ايه كل حاجه يبقى معاك كرنين كل حاجه بقى الجاسترين بيطلع في الدم يلف ويعمل استيميشن للبارايتال سيل فتطلع اتش سي ال فالعادي يجي له حموضه حموضه شوف يا اللي حصل ايه في يوم من الايام بطل وجعته يعني فرحت الدكتور راح مديك انتس باسمونتك وانتبيوتك والاتاك عنده من بعدها كل ما تاكل يمر البطن وكل شويه وجع كل شويه وجع في البطن فالدكتور قال لك انت عندك القولون العصبي فتقول له انا مش عصبي لا بس القولون قول له طب هو ما في عمره ما كان عصبي يا
العيال اللي اتعمل فيها كده بس روح نام روح نام كده ورد بطنك خالص وحس هتلاقي وجع على القولون بتاعك منتهي فعلا مش ضد كده ما هو مش كل شويه بعد برو ده اي 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 في سؤال هو كولايتس دي ماكسيمم على ما كبرني هو كولايتس تعرف اناتوم اكيد لا انا ما بقولش ان القولون مش منتهي انا ما بقولش القولون منتهي لكن كله على نظرة اي 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 على ما كبرني طب لا الكولايتس ما تعرفش اناتوم لو الماكسيمم بين على مبدل الكرونيك بتصير عارف لو شفت زي ده يا لهوي العفشه بتبقى زي الفل والرجاع دي ترتاح كده وتاكل والحميض يروح والاكل يمري عليك كده وتبقى مز يعني هنا هذا لا يا لهوي يا دكتور هو انا ممكن يكون عندي كرونيك ابنسايتس طب عايز اتاكد يا دكتور بالانفستيجيشن مريم ايه ده هو حلال الابندكس الريجولار شراكه والريجولار لا وفيها ساعات نون فيلين يعني ما بتملاش هو ما فيش حل غير بارب انما دكتور يا ابني تريتمنت الدايجنوستيك من سايت كلينيكال دايجنوستيك اصلا كلينيكال دايجنوستيك وانس ان انا شخص الكلينيكال بيفتح وتشيل الزلفة ولو مش عايز افتح بطني اعمل جاريه بايه ولو مش عايز افتح بطني ولا اعمل جاريه بايه ما تخليك كده زي ما لكن ما فيش تسالني ولا كده الكلام واضح اصل هي المشكله كوم طب يا دكتور دي مش هتعمل حاجه ساعات تعمل اكيوت اكسسربيشن وتطب الكورونا وساعتها هتتشال زي ما قالت كده اتنين متضايق ايوه بس انا ماليش دعوه وانا خارج ما يجيش كل واحد جاي يقول لي يا دكتور اعمل ايه انا قلت اللي عندي ما هو ده اللي في انا بقول ليه عشان فاهم انا قديم فاهم وانا خارج ايه اللي زي الحاجه كومن كومن جدا انت تروح البيت تنام وتقعد تتاكل اي 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 ده هو ده كرونيك ابنسايتس علاجها ايه ابنديت ومفيش في الصندوق دي مش 2 كيلو طباطم هننفذ في التمام هنفصل في التمام دي علاجها ابنديت لما واضح ممكن حد يفتح بطن حد ويشيل له الزايده يقوم الجرح يجيب كركار ايه رايك واحد فتح بطن حد عشان يديله له يجيب له زي يشيل له الزايده أم الجرح اللي عملوا له بيجيب كتر النهارده. عمل له فيست ده شاطر استنى فيست فكر ليه؟ ايه؟ السادس منين بتاع ايه؟ يعني الفيست لما كان شال ازاي ده كل الناس يا دكتوره بتلحق اشمعنى هو جرح وما لحمش؟ برونز عارف الانسجة بتاعت البرونز ما بتتحمش لو قطعت فيها ما بتتحمش قولي لي سبب تاني فتح على ماس فتح على ماس واللي يفتح على ماس كهرب صح ولا لا؟ ففضل انا ايه كنت ايه تكلميني عن الانتستاينال تيست بصفه عامه. لو ما جاوبتيش كريم هيقول لي ايه اسباب الانتستاينال تيست بصفه عامه. جينيكال واكوايرد. مساء الخير يا اولاد. ايوه عملتها بقى فجاوبت النهارده بيقول لك تقول لي الجو النهارده عشان النهارده على الكلام كل واحد عيد ميلاده الامتحان ما كانش مين هذا ده؟
لكن هي دي السيستم اللي بتجاوب فيه الجسم. فالجيل انت لو اكواير اكواير الجسم عارفين احنا عاملين ده روما انفلاميشن، يعني عشان خاطر يحصل فيه كانفستلا بعد ابندكتومي يا انت عورت الانتستين لان كان في ماس، يا كان في انفلاميشن برونز، يا في كانسر سيكا. اشمعنى؟ هو الفيست الاولاد كونجينيتال واكوار والاكوار ديتكت. واضحه لا؟ مش مشكله اولاد، لسه الوقت طويل قوي، يعني لسه الوقت لغايه اخر سنه طويل واحنا بنعيد، بس انت برضه لازم تنهار. يعني ما ينفعش بقى كل شويه تسمع نفس الكلام ان الاستركشر والفيست لا تت، الاستركشر والفيست لا تت، الاستركشر والفيست تت. احفظ احفظ اخلص. مين؟ يلا نعيد.